جينا مسكنا صديقي ومشينا مع بعض كده، فكنا دخلنا، انا بعتبر ان احنا بنتكلم داخلين على قصر اللي هو قصر سورة البقرة، لان سور معناه او سورة دي معناها حدود. انا بعتبر ان القرآن في 114 قصر، اول قصر واكبر قصر هو قصر سورة البقرة، فهنقابل شخصيات كتيرة جوه القصر وهنعمل حاجات كتيرة جدا. وإذ قال ربه لملائكته، وبدأ إيه قصة الحوار، شايفين الحوار داير دلوقتي، الخلق الجميل ده موجود فاضي، مية طين فخار روح، وبدأ يقول للملائكة وإذ قال ربه لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم أن الخلق ده هينزل على الأرض اللي أنا خلقتها، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل اللي في الأرض دي خلقه لكم، يبقى كل حاجة في الأرض بتاعتكم، هنزل الخلق ده إلى الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسولنا سبع سنوات وشهرين، قربوا كما يجب يجعلنا في الأرض خليفة. هنا الملائكة بتحكي قصة، أو إحنا بنشوف قصة مع الملائكة مختلفة شوية، بنشوف مع الملائكة قصة، بنشوف مع الملائكة قصة إن الملائكة بترجع فلاش باك إن كان في حاجة اسمها شيطان ودخلها للأرض برضو، كان مخار برضو واتخانقوا في بعض، وجي واحد منهم اسمه إبليس حاول يعني قاتل مع الملائكة ونزل الملائكة تقاتلهم، فبيحكي لك انه اول بس خلي بالكم الحكاية دي، ان اول مشكلة كانت في الخلق، اول حاجة كانت موجودة في الكون كانت في الارض انت مفروض تتعلم منها، هي التحريش بين الناس، الصراعات بين الناس، المشاكل بين الناس، الخناقات طول الوقت، قطع الأرحام، قطع الصلات، ونيجي إبليس حل، بس احنا ما كناش عارفين انه بيحل بأنه غرض، حل كده بايه في عقب كده انه حل المشكلة وطلع كده وكان شخص عابد. خلي بالكم الحكاية دي، وهي بصراحة برغم انها حكاية مش مخصص الانسان بحاجة، لكن هي حكاية مهمة جدا، لانها بتتكلم على هي في إشكالية للمتدينين اللي بيرتبطوا برب العالمين، اللي بيحلوا المشاكل بين الناس ويحول مصلحين، الكبر، العجب، الإحساس ان انا مختلف، مش الإحساس ان ربنا هو اللي خلق جوايا هذا السيستم واداني الفضل ده من عنده وأعني على الطاعة، لأن أنت حتى لو عايز تطيع لو مش أعانك على الطاعة مش هتطيع. فجي إبليس وعمل المشكلة دي وطلع وسكن الجنة وشاف آدم وبدأت المشكلة، مرحلة تانية في حياة آدم. الملائكة اعترضت وقالت أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لكن مش كبر، يعني ما قيتش أنا قيتش أنا أفضل ولا أعظم ولا لا، هي من باب انه، وده برضو جزء جدا موجود في المصلحين، انه ما يحبش الفساد، يفسد فيها ويسفك الدماء وما يحب سفك الدماء، يبقى انت برضو بيديك حاجة في مطلع السورة او لسه في الاول حاجة في منتهى الجمال، تحل كل مشاكلنا، مفيش كبر، الملائكة ما بقتش انا متكبرة على ادم، مفيش كبر، الا انه في احمرار وجه وغضب من الفساد في الأرض، ولذلك جت الفكرة بتاعة تكره المعصية لا تكره العاصي، الملائكة عملت كده. طب ده كلام يعني ما هو كلامه خلاص؟ لا لا، الدليل الملائكة موجودة مع كل الناس، دليل الملائكة كملت رحلة معانا، لكن عشان تعرف ان الملائكة لما بتعصي بتعمل دايرة، الملائكة لما تعصي، وده اللي انا قلت لكم في قضية الاشياء اللي ملهاش قرار، اللي ما تقدرش تعصي او ما تعصيش، زي الملائكة وزي الحجارة وزي، لكن عندها ايه؟ عاطفة، ما تحبش انها تعمل تشوفك على معصية، ما تحبش تشوف المعصية، ما تحبش تشوف الفساد. فترة احنا عايزين نوصل بصديقي ولا بيا ولا باي حد من القرآن، انك تاخد فطرة الملائكة دي، لكن مش هتاخد فعل الملائكة.
لانك انت مختلف عندك اختيار. ففترة الملائكة ايه؟ حتى لما انا ابني نفسي بعصي بزعل، هذه فترة حلوة، حتى لما لان احنا كلنا هنعصي، لما بعصي ولا لما بكذب ولا لما بغش ولا مش عارف بعمل ايه، في فترة الملائكة. والحاجة التانية علاقتي بقى بالمعصية، محدش خد باله، علاقتي بالمعصية كره المعصية لكن ليست كره العاصي، لان ابليس عمل كده، ما كانش ادم عاصي اساسا، ابليس ما كانش عاصي، بس في كره وفي حقد وفي كبر. طب ما بالك لما عصى، فاهمين؟ فراح خلاه يعصي، طبع كده عند ايه بعض الناس، هو يعلمك الطبع ده، حاول تتفاداه جواك. ايه الطبع ده؟ ان انا عايز، في بص طبعين خدناهم من ابليس، الطبع الاول التكبر والعجب ده وبالطاعه، الطبع الثاني اثبت لك انه هيعصي. انت كأن بتقول ربنا كده لما بتكلم واحد في معصيه معينه او في ذنب معين او بتساعده على فعل فاحشه معينه ولا حاجه، فانت بتقول ربنا انا على فكره كل الناس كده، فخد بالك. شوف بقى تاخد ايه بقى الصح، زي الملائكه، طبع الملائكه ايه؟ طبع الملائكه اكره المعصيه، اكره الفساد في الدم في الارض، اكره سفك الدم، لكن ما عندي برضو انا سيستم مختلف جدا فبعصي. الشيطان بقى ابعد كل البعد عن الايه، حاجتين، الكبر والعجب والخلاء بالطاعه، او اكون عاصي. بس انا كده واخد من الشيطان المعصي، بعصي بس انا عايزك تبقى عاصي مختلف، مفيش كبر، مفيش عجب، مفيش ان انا غيري، لا، اللهم لا تشغلنا الا ما اغلقتنا. ما هو بيعصي وانا بعصي برضه في البيت، الستر بس، هو ربنا، هو ربنا استرني بس خلاص. لكن في مشكلتين في العصيه، اللي هي ان انا عايزك تعصي زيي، مفيش مشكله، الناس كلها بتعصي، ايه المشكله؟ او المجاهره بالمعصيه خلاص. طب والملائكه خد منها طبع كره الفساد وبتاع، لكن انت كده كده ايه، هتاخد من الملائكه طباع، لكن ما تقدرش تاخد تاني طباع زي ايه، ما اقدرش اخد ان انا ما بعصيش زي الملائكه خلاص. طب والطائع هيعمل ايه؟ يفهم ما يبقاش زي ابليس في طاعته، يبقى كن كالملائكه في كرهها للمعصيه وليس تكره العاصي، وكن كالطائعين وخالف ابليس في عجبه بطاعته، ولا تكن كابليس في فعله للمعصيه وفي تحريض غيره على المعصيه. وكانه احنا خلقنا نعصي، لكن ما تحرضش نفسك على المعصيه، ما تحرضش قصدي غيرك على المعصيه، زي ولادك، زي انك تعمل المعصيه قدام ولادك او تعمل معصيه قدام تلاميذك، او واخدين بالكم من القضيه القصه، فبرضه ايه، بتنور الدنيا، اهي الدنيا بتنور. انا ملاك ولا شيطان؟ انت لا ملاك ولا شيطان، انت لا ملاك ولا ايه؟ ولا شيطان. طيب ما يتخرج.